مسجد الإمام الحسين أحد أهم المعالم الإسلامية والسياحية في القاهرة، فما استمده هذا المسجد من عبق التاريخ جعله ذا مكانة فريدة في مصر وفي قلوب المسلمين من شتى بقاع الأرض. وترجع تسميته إلى الإمام الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحسب الروايات إنه أنشئ ليدفن فيه رأسه الشريف بعد استقدامه من مدينة عسقلان بفلسطين. المسجد الحسيني بني في حي الجمالية بقاهرة المعز في عهد الفاطميين سنة 549 هجرية الموافق لسنة 1154 ميلادية، وشيد بالحجر الأحمر على الطراز الغوطي. أما منارته فقد بنيت على نمط المآذن العثمانية، فهي اسطوانية الشكل ولها دورتان وتنتهي بشكل مخروطي. يشتمل مبنى المسجد على 5 صفوف من العقود المحمولة على أعمدة رخامية ومحراب بني من قطع صغيرة من القيشاني الملون، وبجانبه منبر من الخشب المطعم بالزخارف الإسلامية. للمسجد أبواب ثلاثة بنيت بالرخام الأبيض، منهم باب يؤدي إلى قبة المسجد، وباب من الجهة البحرية يؤدي إلى صحن به مكان للوضوء، والباب الثالث يؤدي إلى سوق خان الخليلي التي تغوص بهم في أعماق التاريخ والتراث الإنساني.